بين سليمان فرنجي وجبران باسيل سنوات من التشنج السياسي والاستفزاز المتبادل وغياب الثقة طبعت بشكل واضح ولافت تاريخ العلاقة الخلافية بين الجارين الشماليين حول غير ملف داخلي، وسباق قديم بدأ قبل 6 سنوات مع الرئيس العماد ميشيل عون واستمر لاحقا مع باسيل حول أفضلية الوصول إلى القصر الرئاسي في الخريف المقبل. في نيسان الفائت نجح حزب الله من خلال مائدته الرمضانية في تهدئة الأجواء المكهربة بين حليفيه اللدودين ولو لمرحلة ظرفية عنوانها الانتخابات النيابية. بين جبران باسيل والقوات أنا مع جبران باسيل. يا متلونين يا حربيات، تتذكروا الحرباية؟ يا أصحاب المصالح المتقلبة، يا مراهنين على زعامة أو رئاسة كتلة انكشفتوا انتو وكتلكن الوهمية وين ما كان، من كسر وين لصغرتا. وأكيد ما بقصد هون سليمان فرنجية، يلي قد ما اختلفنا معه بيبقى أصيل. هذا الود السياسي والتخاطب الإيجابي تواصل على شكل لقاء غداء طبقه الأساس الاستحقاق الرئاسي، جمع النائب فريد هيكل الخازن حليف فرنجية بالنائب باسيل في دارة الأخير في اللألؤ. منذ ذاك اللقاء انتقلت العلاقة بين الطرفين من المنطقة السوداء إلى المنطقة الرمادية. الآن جاء لقاء اللقلوق الذي جمع فرنجي والنائب فريد الخازن، وهو لقاء أعتقد بأنه خطوة أساسية على طريق الرئاسة. وأظن بحسب ما يتوافر من المعلومات كانت الانتخابات الرئاسية في صلب هذا اللقاء، وبالتالي من غير المستبعد أن يعقب هذا اللقاء لقاءات أخرى تتوج بلقاء بين سليمان فرنجي وجبران باسيل، وبالتالي يتبنى التيار الوطني الحر ترشيح سليمان فرنجي للانتخابات الرئاسية المقبلة. يدرك فرنجي وباسيل أنهما ليسا المرشحين الطبيعيين الوحيدين، وأن أسماء عدة أخرى يجري التداول بها في البازار الرئاسي، أبرزها قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. لذا فإن إمكانية توحدهما واردة بقوة في سبيل قطع الطريق على هذه الأسماء، فمن سيتنازل لمن؟ حظوظ سليمان فرنجي أقرب وأكثر رجحانا من جبران باسيل. وهنا ربما نأتي إلى بيت القصيد، لو تكلمنا أو حاولنا أن نستشرف من يمكن أن يتنازل لمن، أنا أظن بأنه طالما جبران باسيل يدرك بأن هذه اللحظة ليست هي لحظته، وهذا الزمان الرئاسي ليس هو زمانه، أعتقد بأنه سوف يكون هناك نوع من التسليم والتمهيد لسليمان فرنجي للوصول إلى رئاسة الجمهورية، قطعا للطريق أمام مرشحين أساسيين الدكتور سمير جعجع وقائد الجيش جوزيف عون. الماراثون الرئاسي انطلق، وكل الاحتمالات والتغييرات تبقى واردة بانتظار الأول من أيلول. فهل تجري الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري؟ دارين دعبوس، قناة الجديد.